قول لي يا كابتن انت بتمرن فين؟ في سيدة خضرة. طيب انت دلوقتي اكيد ليك ارقام، خلينا بس نعرف الساده المشاهدين انت تاهلت ازاي. هو طبعا بعد احداث كورونا فاصبح التاهيل بيبقى غالبا من محليا من البطولات المعتمده جوه عندك في بلدك. ايوه. طيب الناس بتتساءل وسالوا لي يعني طيب ما هو انا ممكن في بلدي يعني خلينا نتكلم بامانه يعني ممكن يبقى في مصر بتبقى ملتزمه بس في دول تانية ممكن ما يبقاش الدنيا اكيوريت قوي او دقيقه، ازاي بيضمن الاتحاد الدولي ان الارقام تبقى مظبوطه؟ هو دلوقتي الماتش يعني عموما اصلا الرقم نفسه بقى صعب، يعني هو فيه طريقتين. في ستاندرد عموما ان هو ارمي 21-10 واللي بيعديه ده بيتاهل على طول. تمام. ده عاده صعب يعني ده في سنه من السنين بيجيب ميداليات الاولمبيات اصلا. 21 متر و10 سم. 10 سم. في حاجه ثانيه اللي هي بقى بالرانك. الرانك دي بقى اللي هو بياخدوا احسن 5 ماتشات ف ويعملوها افريج كده ويقسموها على 5 ويبقى البوينت بتاعه اعلى بوينت يتاهل. يتاهل. طب احنا في مصر عملنا انهي واحد؟ انا الحمد لله تاهلت اللي هو بالستاندرد. بالستاندرد على طول. رميت اكتر من 21 متر. انا كنت ماشي بالطريقتين يعني انا كنت بحاول احافظ في الرانك وفي نفس الوقت بقول يا رب اتاهل بالستاندرد. الحمد لله رميت فوق ال 21-10 فتاهلت على طول. إيه انت الوحيد اللي تاهلت مش كده؟ لا انا وزميلي مصطفى عمرو نفس اللعبه بالظبط. مصطفى عمرو. طيب وبتمرنوا مع بعض ولا كل واحد بيتمرن مع مدربه؟ لا كل واحد مع مدربه. مدربك مين يا محمد؟ كابتن ياسر فتحي. مدرب النادي الاهلي. مدرب النادي الاهلي هو مدربك وهو اللي ماشي معاك. مصطفى عمرو نادي الجزيره. نادي الجزيره ومعاه مدربه برده من نادي الجزيره. طب الاتحاد دوره هنا فين؟ اتحاد العاب القوه هل هو بيتابعك وبيتابع ارقامك ولا هو واثق كويس قوي النادي الاهلي هيعدك كويس وواثق ان نادي الجزيره هيعد عمرو كويس؟ اكيد بيبقى واثق برده وفي نفس الوقت بيتابع يعني هو متابع فتره كويس ونفس الوقت هو واثق في النادي الاهلي ان هو هيدعم اقصى حاجه يعني. طيب انا بحب دايما ابتدي من النهايه مش من البدايه، اللي يهم الناس طبعا هي اخر لقطه، احنا هنتكلم على البدايات والكلام ده ولكن لاحقا. خليني اسالك يعني انت دلوقتي اللي بينافسك على مستوى العالم انت عايز توصل لرقم كام؟ بتقول انت من جواك كده، خلي بالك الحلقه دي ان شاء الله مسجله ويا رب يا رب لما تاخد ميداليه ان شاء الله نحتفل بيك هنا احتفال كبير جدا. ايه الرقم اللي انت لو جبته اتمرنت ووصلت له في التمرين تقول انا مرتاح ان شاء الله ربنا هيكرمني في الاولمبياد؟ هو اصلا انا نفسي ارمي 22 متر. وطبعا انا بحس ان الحياه خطوات كده. صحيح. يعني انا قلت نفسي ارمي 20 رميتها بعد كده نفسي ارمي 21 الحمد لله جت. دلوقتي بتجيب 21 متر و10 سم عادي. الحمد لله. يعني لو دخلت ارمي 21 29 بالظبط. 21 29. 29. والرقم ده بتجيبه عادي. يعني لو دخلتك دلوقتي يا مجدي مثلا سخنت وبتاع ورحت تقول اجيبه. وطبعا ده يعني بيبقى في اوقات معينه في الموسم ما ينفعش اجيبه طول الموسم ده بيبقى غلط. طبعا طبعا. لكن في اوقات طبعا يعني المفروض يعني بحس في اللعبه دي بالذات اللي بيجيب الرقم بيقدر يجيبه بعد كده كتير. مش كده بس في اول مره، اول مره بتيجي بس بعد كده بتلاقيها جت كذا مره يعني. طب قول لي بقى خلاص احنا كده ان شاء الله اطمنا يا رب يا رب وهنتابعك وهنقف جنبك وانت بطل يعني بطل اسم بطل حقيقي لما تاخد 7 قارات على مستوى العالم او بطوله العالم للقارات وتاخد 7 يبقى انت فعلا بطل بطل مصري حقيقي. طب خلينا نتكلم على بدايتك. دفع الجله لعبه يعني مش ناس كتير تحب تلعبها، يعني خلينا اكلمك بيني وبينك كده احنا رياضيين دمها تقيل، لعبه تقيله وبترمي كوره تقيله، يعني ايه اللي جذبك في اللعبه دي؟ هو اللي يبص على اللعبه من بعيد ما بيحس ان هي الموضوع مش يعني مش عادي يعني لعبه عاديه. لكن عموما انا بحب انا عموما الالعاب الفرديه عموما عن الجماعيه. واحد بيلعب باسمه طبعا باسم مصر بس صحيح. بتلاقي اسمه هو اللي مجهودك بيبان اصلا. صح. ومفيش حد ممكن يضيع مجهودي يعني. صحيح. دي حاجه وانا يعني اول ما جيت جربتها استمتعت بيها وقعدت اتفرج على الناس بره ويعني انت اللي اخترت اللعبه دي من صغرك؟ لا ما اخترتش الصراحه. طب اللي حصل اللي حصل؟ هو انا كنت بلعب كوره في النادي عادي جه كابتن عيد تلعب كره قدم؟ لا يعني مش لعيب. بتلعب اصحابك. وجي كابتن عيد شافني وحس ان انا يجي مني يعني في اللعبه وبدات معاه وكملت معاه. ازاي يا كابتن ده كره القدم بالرجل والجله بالايد؟ لا هو مش شاف في مقاومات بدنيه؟ يعني شاف جسمي هو لكن هو كشاف هو تبع الكشافين يا كابتن. كشاف شاف لعيب بص قدم لنا بطل مجرد عينه شافت قدم لنا بطل. بس وبعدين كملت بقى طبعا برضو كنت بلعب اللي هو حلم حياتي يا رب الجمهوريه يا رب اللي هو الواحد بيطلع خطوه خطوه. كم سنة ساعتها لما شافك كابتن عيد؟ اعتقد ده من 11 سنة تقريبا انا دلوقتي عندي 24 حوالي 13 مثلا. كان عندك 13 سنة كنت في النادي الاهلي وشافك اهلي الجزيرة ولا اهلي مدينة نصر؟ مدينة نصر. مدينة نصر. ما الكورة هناك انت لو تلعب كورة هناك عشان في ملاعب للاطفال وبتاع انا فاهم القصة دي كلها فشافك قال لك تعالى وكمان عشان كنا بنتمرن في مدينة نصر. تمام. يعني الالعاب القوية بتتمرن. وصل الملعب كان موجود هناك. بس فلعبت واستمريت وحصل يعني هي سنه 2013 دي انا كنت في نفس السنه كنت تالت جمهوريه وفي نفس السنه كنت تالت عالم. يعني في اولها كنت تالت جمهوريه
ما شاء الله. في اخرها كنت تعرف. يعني اكتشفوك 2013؟ لا هو مش يعني ظهرت في 2013. ظهرت موجود من قبلها بس هو يعني نقول اكتشاف يعني ما هو انت ممكن اكتشافك الحقيقي كلاعب 2013 بطولة تالت عالم؟ تالت عالم في نفس السنة في اخرها يعني في دي في الاول ودي في الاخر. بس طبعا كان في يعني قعدنا خمس شهور قافلين على نفسنا كويس وقبليها افريقيا. وقبليها بطل افريقيا. افريقيا طبعا افريقيا لحد ما مش صعبة زي بس هي ارقام. اصل لعبتك لعبة ارقام مالهاش دعوة يعني انت متأهل من افريقيا متأهل من اسيا متأهل هي ارقام جبت الرقم. انا فاهم بس هي قصدي كميدالية في افريقيا بالذات في ناشئين والشباب انا بحس ان هي مش يعني عملتها كتير ومش حاسس انها ده بالنسبه لك قويه ممكن لكن مثلا لما جيت انا كبار لحد دلوقتي لا يعني الميداليه بتيجي بتطلع روح يعني انت يعني انت بطل فبتقص يعني ربنا سهل عليك الحمد لله افريقيا انما في غيرك افريقيا دي بالنسبه له انه بس يخش بس بوابه افريقيا دي بتبقى دنيا جميله. طيب